نعم، خليني أنتقل للسيد العبودي. سيد العبودي، يبدو أن التنافس في هذه الانتخابات شرس جدا بالقياس للانتخابات السابقة. أريد أتحدث بصراحة في ظل وجود أزمة حقيقية يمر بها البلد، أزمة سياسية، أزمات هواية، ونحن بعدنا بداية الحملة الانتخابية لبعض الكتل والأحزاب السياسية، لكن نشوف دخلوا المنافسة بشراسة. تفضل سيد العبودي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لهذه الاستضافة سعيدة عليكم وعلى ضيوفكم وعلى مشاهدي قناة زاغروس. بالتأكيد اليوم هذه الانتخابات هي نهاية عهد وعقد وبداية عهد وعقد، أي أن العهد السابق يجب أن ينتهي ويبتدئ عهد جديد. نعم. والعقد الاجتماعي انتهى ويجب تجديده وأن يكون هنالك عقد جديد يتلائم المرحلة والعملية السياسية وطموح الجماهير. بالتالي هذا التدافع السياسي، هذا التدافع المبكر والدعاية الانتخابية لبعض الكيانيات، هي بعضها يعني نستطيع أن نسميه هي محاولة للوصول إلى أكبر جمهور، وآخرين يحاولون أن على العكس أن يثبطوا الجمهور ويجعلوه بعيدا عن المشاركة الفاعلة في الانتخابات. بالتالي هنالك صنفين من الكيانات السياسية، هناك من يحاول أن يدفع بعجلة التقدم بهذا البلد والبناء على مؤسسات وأن تكون الدولة حاضرة بفاعلة السياسي وبفاعلة التنفيذي والقضائي، بالتالي أن تكون هنالك دولة رصينة أمنها قائم على قرارات وطنية، وكذلك أن تكون جميع الكتل والكيانات السياسية تتعامل بوطنية عالية بمهنية عالية، أن يكون التسقيط بعيد عن لغتها، أن يكون العمل باتجاه تحقيق. نعم سيد العبودي، أريد أسأل سؤال مهم جدا، أنه هذه الأحزاب يعني مثل ما تحدثت بالتدافع السياسي اللي موجود بيناتها، ما جاية من خوف هذه الأحزاب الكبيرة العميقة في العملية السياسية أنه تخسر مقاعدها عدها الانتخابية وأيضا تخسر جمهورها وأيضا تخسر تأثيرها في العملية السياسية في ظل هذه الانتخابات؟ يعني خلينا نكون واضحين، هذا اليوم تقاتل بشراسة بصراحة. هي يعني تخاف تخسر لهم، يعني السؤال تخاف مقاعدها. تخاف أنه تخسر يعني نعم. مقاعدها وأيضا وجودها السياسي العسكري بصراحة، يعني هاليوم تنافس بشراسة لهذا الموضوع؟ شوفي اليوم الوضع غير يعني ما قبل تشرين ليس كما بعد تشرين، هذه أصبحت مقولة شهيرة اعتمدتها المرجعية وقالت أن هذا حدث مختلف ويجب أن تكون هناك انطلاقة جديدة باتجاه التغيير. بالتالي المعادلة السياسية هي من فرضت نفسها على الواقع السياسي. اليوم كل الكيانات والكتل السياسية يعني تكون حذرة جدا من الانتخابات القادمة، حساباتها اختلفت. اليوم هنالك من المتوقع أن تكون هذه الانتخابات على مستوى عالي من الشفافية والرصانة والثقة والحيادية، وكذلك أن تكون الجهات الرقابية عالية جدا، بالتالي عملية التزوير تكون ضعيفة، عملية السيطرة على الأصوات تكون ضعيفة، عملية أن تكون هنالك ضغوط على الناخب وعلى المرشح تكون ضعيفة جدا، بالتالي من اعتادت على هذا العمل ترى نفسها خالية الوفاض. إذن أن يجب أن يكون هنالك عمل مختلف، لكن التنافس كل الشرس، يعني أنت تعرف سيد العبودي، ويعني الله يستر من قادم الأيام في سبيل يعني بصراحة الأزمات عبور هذه المرحلة يعني بالتأكيد. أزمات كبيرة.